السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل تفاؤل سعودي بصفقة مع الحوثيين، وإلى التفاصيل. أبدت السعودية اليوم الخميس تفاؤلا بإمكانية إبرام اتفاق مع صنعاء، يأتي ذلك قبيل اندلاق جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة العمانية مسقط. وأفردت وسائل إعلام سعودية مساحة واسعة للحديث عن الجولة المرتقبة نهاية الشهر الجاري. وعدت صحيفة عكاظ الجولة المتوقعة الأحد المقبل امتدادا لتقدم كبير في سير المفاوضات، مستشيدة بفتح طريق تعز ومأرب والتي أرجعتها لجهود عمانية كبيرة. وتوقعت الصحيفة أن تفضي الجولة الجديدة لاتفاق سلام شامل يعيد الأمن والاستقرار لليمن ويضمن وحدته. وكانت السعودية أجبرت خلال اليومين الماضيين القوى التابعة لها على تصوير التصعيد ضد صنعاء، إذ أجبرت حكومة بن مبارك على التراجع عن تهديدها بمقاطعة مفاوضات مسقط، إضافة إلى وقف التصعيد الاقتصادي. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.